كروتك كروتك اللي قدامك دي هنلعب. حد قالك اللعبه دي؟ ان شاء الله احكي لك. سمعت عنها. تسحب كارت من هنا وكارت من هنا وتقرا سؤالك بنفسك. طيب يبقى انت المذيع وانت الضيف. يلا عشان اعمل لك الاثنين اللي انت خدته الباكج كله معاك. اخد من يمين ولا شمال؟ يعني اللي انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا من اليمين. يمكن يطلع سؤال حلو. لو كنت لعيب دلوقتي كنت هتاخد مرتب كام؟ حلوه. والله لطيف. الوقت سؤال لطيف. بص انا كنت متعود ان انا وانا في عز مثلا وقتي وانا كنت في الزمالك كنت فيها اقول حلو. فلو انا مش بحب ان انا اتشرط قوي خالص. انا بحب ان انا ما ابقاش اقل من حد بس ما بحبش ان انا حتى ابقى اميز من حد. هو الفئه الاولى دي المينيمم بتاعك دلوقتي يعني. انا بالنسبه لي مثلا اللي يسري على الفئه الاولى للنادي اللي طبعا انا محترم النادي وبحبه بيتي بالذات. طالما بيتي يبقى انا هشتغل على السيستم اللي موجود ده بيتي. فهاخد الفئه الاولى اللي موجوده وفقا لان انا من لعيب الفئه الاولى ساعتها يعني لما كنت موجود يعني حوالي 20 مليون. ما اعرفش بقى دلوقتي اللي انت خدتهم تقريبا طوال تاريخك مع 20 مليون. لا ما فيش حد مننا خد ربع الرقم ده. انا بتكلم على 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 المواسم كلها. لا فيش حد مننا خد ربع الرقم ده طوال تاريخه. وطبعا خاصه لما تكون بتلعب مش محترف يعني. تحترف بقى بره ممكن بقى ساعتها بقى انت وشطاره الوكيل بتاعك يعني. طب ناخد السؤال اللي بعده. شمال. هنشوفك في الزمالك امتى تاني؟ اهو الزمالك. انا طول عمري في الزمالك. انا منتمي لنادي الزمالك وفي اي وقت معروف ان انا محسوب على نادي الزمالك. كنت قريب في قناه الزمالك ولو في فرص ثانيه مناسبه بمواصفات مناسبه لا يمكن ان انا اتاخر. لو حبيت تشتغل في الملعب تشتغل مدرب ولا مدير كوره؟ يعني ايه اللي بالنسبه يعني اداره ولا امور فنيه؟ في الوقت الحالي ممكن تكون اداريا اكتر. لكن انا عايز اقول لك انها مكملين لبعض لان اللي بيفهم كوره تحديدا وبيفهم مثلا حاجات في الاداره او دارس. انا مثلا كنت عندي درس حاجات في الاداره عامه بشكل عام. فهتلاقيها مكمله ببعض في فنياتها بقى ليها دور في الاداره بليها دور. في المرحله الحاليه اعتقد ممكن اكون اميل للاداره شويه. ممتاز. تدريب مستقبلا يعني. يلا بينا. ايه اكتر ماتش بتحبه لنفسك؟ والله مع من بدايات بقى خالص بداياتنا منتخبات ولا النادي. انا ممكن اللي كنت فاكره طبعا بدايه تعرفي بكره القدم. انا عندي 17 سنه ده بلعب كاس عالم في مصر. دي كانت من اهم ماتشات عندي لان كانت لسه بدايه لعيب كوره. كابتن منتخب مصر كانت لسه بدايه. دي من الماتشات اللي بحبها قوي قوي لانك بتتعرف على الجمهور والجمهور عارفك. في بقى ماتشات كمان في الزمالك كنت بحبها جدا طبعا. اكيد الماتشات اللي بتعلق في ذهن الناس يعني ماتشات القمه كان الحمد لله كمان كان عملت فيه اكتر من اسيست. ايه ماتش قمه فاكره كويس قوي؟ انا فاكر ماتش مثلا 3-1. فاكر ماتش على فكره 2-1 ده كان تاني ماتش تقريبا قمه لعبه وجبت فيه ضربه جزاء. كان عديت من حسام غالي كده في ال 18 وقابلني خد ضربه جزاء وحازم امام جاب الجونين. ضربه الجزاء شاطها وجاب الجون الثاني. عديت من حسام غالي سقطت. عديت من حسام غالي عشان كان عدى منك قبلها ولا لا خالص؟ لا 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 قلت انتقم ولا حاجه فنيا يعني. لا خالص. كان هو كان كوره ملعوبه لي كده في الدار فهو كان قاطع معايا ديفندر مع بعض. فانا كنت 18 حطيته في ضهري فاضطر يكعبلني ضرب جزاء. وفي طبعا واحده تاني برده 3-1 عملت اوفر ل كابتن حسام حسن الماتش ده بحبه جدا برده. في ماتش الجمال حمزه عملت له اوفر بيميني 2-0 الزمالك كسب. طبعا قلت لك الماتشات اللي احنا كسبنا فيها. في كمان الرجال المغربي. الرجال المغربي نهائي بطوله افريقيا. انا الماتش ده بحبه جدا جدا والماتشات البطوله دي كلها صح. من اهم الماتشات. يمكن في المنتخب انا كان حظي سيء شويتين ثلاثه. المنتخب الاول كان حظي سيء شويتين ثلاثه. رحت فترات ما كانتش طويله قوي في البدايه خالص مع كابتن مستر جارجيلي وكابتن محسن صالح. وبعد كده مع كابتن جوهر طبعا الله يرحمه ده حاجه كبيره جدا. وبعد كده يمكن ما حصلليش بقى توفيق ان انا رحت في المجموعه. كان دايما حظي وحش يحصل لي اصابات ابقى فرقتنا مش حالتها. انت احيانا بتبقى حظك وحش كمان في الملعب. هي ارزاق من ناحيه الكوره دي. من ناحيه انت كنت وانت بتلعب كنت من اللعيبه اللي كانت بتتعب. يعني انت كنت برضو بتلعب مع تشكيله هجوميه لنادي الزمالك. لما كنت تلعب في نص الملعب الدفاعي تلعب مع تشكيله هجوميه كل حاجه كانت موجوده عليك انت. ولو كان تامر عبد الحميد طبعا كان كان تامر حميد طبعا كنت بتعاني صح؟ كانوا بيشالوك كنت انا وتامر كانوا بيشالوك الليله الواحده. ما كانش في حاجه اسمها بقى يرجع حد ديت. عايز اقول لك ان اياميها كان اول مره تخلع اثنين ديفندر دي. وكان اول واحد عملها لنا في مصر كان اوتوفيستر. انا كنت بلعب اصلا تحت فيرود او هاف ليفت. صحيح. هو قال لك انا عندي لعيبه كتير جدا بتلعب مهاجمين في الزمالك وكلهم لعيبه كوره وشول. كان الزمالك في الفتره دي مميز جدا بشول. لعيبه الاشول محمد ابو العيله صبري وخالد غندور وطارق السيد والسعيد وكوليبالي واحمد عبد الله ومش عايز انسى في لعبه ثانيه كمان. فكل اللعيبه دي بتلعب بالشمال. فيعمل ايه يعمل ايه يعمل ايه. ومحمد عبد الواحد كمان كان معانا. فاللعيبه كلها كويسه جدا يعني. فاما حاول يعدل الطريقه واخترع لي مركز ديفندر
قال لك مش هلعب ثلاثة في نص الملعب، هلعب اثنين بس في نص الملعب، واحد منهم اشول يبقى عشان استغله بشماله، وفي نفس الوقت بقى في دافع ويهاجم. فبقى انا كده ايه، حطيت ده في الديفندر، وحطيت الباك ليفت اشول، والهاف الطرف الشمال اشول، وساعات كمان كان بيلعب اليمين اشول. احنا مره لعبنا مثلا في خمسه شمال في الزمالك، صح. كان هيثم فاروق، وكان طارق السيد، ومحمد ابو العيله، وطارق السعيد، وخالد غندور. خمسه بيلعبوا في ماتش واحد. عمرها بتحصل دي طبعا. فكان هي دي اللي كانت مخليانا ان انا ممكن ساعات اتظلم شويه في الجوانب الدفاعيه. لكن بالنسبه للمدربين انت مش مظلوم، انت راجل هايل، انت مادي شغلك الاكمل، وجه انت ماشي كويس جدا جدا جدا. لكن بالنسبه للجماهير، الجماهير عايزه اللي ياخد يجيب جون لقطه، يعني يعمل العرضيه اللطيفه. انت عايز الاسئله. سالت نفسي بعد ما مشيت من الزمالك، انا ليه ما رحتش الاهلي؟ ده تصريح ليك، هل ندمان انك ما انتقلتش للاهلي؟ لا انا ما قلتش التصريح ده، ما قلتوش. لا لا التصريح ده انا ما قلتوش. طب قولوا كده كم سؤال، لو سالت نفسك ان انت كنت نفسك تروح الاهلي بعد ما اعتزلت من الزمالك؟ لا ما فيش حاجه اسمها كان نفسي، لكن انا بحترم النادي الاهلي وجماهيره جدا، لكن انا بتربي في نادي الزمالك وانا عندي 8 سنين. فقعدت لحد ما بقيت كابتن نادي الزمالك، ودخلت المنتخب من خلال نادي الزمالك. طبعا انا زعلت جدا على طريقه ساعتها، انك مشيت من نادي الزمالك بالطريقه دي، لان مشيت بلخبطه. يعني كان حتى احنا عشان كان فتره من فترات ما كانش في استقرار في كذا حاجه، فدي للاسف كانت بتنعكس على كل حاجه. فخسرنا اولاد النادي كتير. يعني مثلا هديك مثال صغير. يعني في الفتره دي عمر جابر رجع تاني نادي الزمالك. طب انا في منتهى السعاده ان عمر جابر رجع نادي الزمالك. ليه؟ لان طب هو كان ليه اصلا مشي من نادي الزمالك؟ ليه مثلا فلان تاني كان مشي من نادي الزمالك؟ انا دي منهجي، ما مشيش حد من ولاد النادي اللي مخلصين، اللي تعبوا وشالوا بطولات ومن نجوم الفرقه وكابتن فرقه بسهوله. يعني ده ينطبق على ابو علا وينطبق على غيره. دي كانت قصتي اللي كانت ممكن مزعلاني على طريقه المشي، لكن في الاخر هي سنه الحياه. يعني كنت اتمنى انها تدار بشكل افضل من كده. يعني السؤال اللي بعده، عندنا وقت ناخد كل الاسئله دي. فيريرا افضل ولا جوزيه؟ لا الاثنين يعني، كل ده بروفيسور وده بروفيسور يعني، بس الحقيقه جوزيه كان معاه فريق مكتمل ما فيهوش نقص في 1%. لكن فيريرا عمل الحاجه الاصعب، ان لعيب كل مدرب فرقه كل يوم بينقص منها واحد، وعارف يحل المشاكل. دي كانت صعبه، او دي قصه صعبه جدا، والناشئين وعرف يوصل لهم الشخصيه دي. لكن انا ما بحبش المقارنات دي. فيريرا اشتغل سنتين في نادي الزمالك، الحقيقه في الاثنين خد دوري وكاس، طبعا دي حاجه هتحسب له يعني. لكن جوزيه برضو عمل تاريخ كبير قوي. صحيح. يعني ما اقدرش اقارن يعني. ناخد السؤال اللي بعده. ماشي. قلت قبل كده انك رفضت ريال مدريد عشان الزمالك، احكي لنا القصه دي. لا انا ما رفضتش ريال مدريد، انا فعلا جالي بالفعل ريال مدريد وانا بعد كاس العالم تحت 17 سنه. هايل. بس انا ما كنتش فاهم قصه الاحتراف دي قوي وانا صغير. والدي كان يعني مصمم ان انا اخلص تعليمي، كنت لسه في اولى جامعه، فقال لي يا ابني خلص تعليمك وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. كناش فاهمين بقى الكلام ده خالص. خلص تعليمك وتروح ريال مدريد. كان ساعتها في الوقت ده لو تفتكر هاني سعيد كان سافر في نفس الجيل ده. هاني سعيد سافر الاول، لا اودينيزي الاول. صح. هو اشرف بوزيد. صح. وكنت انا ولعيب اسمه محمد عز في المقاولين، كنت انا ريال مدريد، كان 17 سنه. فالريال مدريد لما بتاخدك في الوقت ده بتاخدك في الناشئين. بتشوفك هتستمر لحد 2021، يا اما تطلع فريق اول، يا اما حتى لو رحت اعاره، اللي هي الحاجات اللي بنشوفها. بالظبط. طبعا هتروح اعاره مثلا من ريال مدريد، هتروح حاجات قويه. فالنسيا هتروح اشبيليه يعني. او ممكن تلعب، لان انا في السن بتاعي اصلا اللي سافر في الوقت ده سافر، كان سني كان فيه رونالدينيو وتشافي. تشافي كان في كاس العالم بتاعنا. كان في برشلونه وكاسياس. فدي مجموعات بتاعتنا. فكان ساعتها يعني ساعتها ان انت لو رحت، لو اشتغلت شغلهم وكلت اكلهم وعشت عيشتهم، طب خلاص بقيت زيهم، زي محمد صلاح كده، او زي اللعيبه اللي احترفت وهي صغيره في السن يعني. صح. فهي دي كانت ساعتها. بس انا ما رفضتش، انا ما كنتش فاهم. انا ما رضيتش ان انا اهرب، زي ما فكره ان انت كان ممكن تسافر وتمشي بعد كده هم الناس تدور على حق الرعايه. انا ما كنتش عارفه، ما كنتش فاهمها اصلا. فلا انا قلت خلاص تعليمي. والدي كان مصمم جدا على التعليم، وابويا مهم يعني بالنسبه له التعليم طبعا مهم جدا جدا. وقال لي بعد ما تخلص، كانت طبعا توصلت 20 سنه بعد ما تخلصت غلط، بعد ما تخلص نبقى نروح ريال مدريد. اكن ريال مدريد ده مثلا مستنيني. بعد ما تخلص نبقى نشوف ريال مدريد ده. السن ده كان ساعتها يعني. اكتر لعيب فاجئك من الجيل الحالي للزمالك؟ زيزو. زيزو. احمد سيد زيزو. زيزو مفاجاه فاجئني في الاول. لا في الجيل. لان زيزو اول ما جه ما كانش فيه مؤشرات تماما
لا سي في ولا حاجه تقول ان هو ولا حتى اول مبارياته كانت بتقول ان هو لاعب عظيم ولا حاجه. دي حقيقه. ده بالعكس، ده كان في ساعتها ممكن تكون صفقات اكبر اسما يعني، في اللي هي مثلا لعبت في فرق اكبر شويه، وكنت انت ممكن تكون متخيل انك هيبقى مردودها اكبر. لا زيزو من اللعيبه في الزمالك تقصد؟ من الزمالك انا بتكلم على الزمالك، هو مكتوب في جيل الزمالك الحالي. كان في انا قصدي في الزمالك في نفس الوقت. في نفس الوقت في اسامي ثانيه كانت جايه كانت ممكن تتوقع مردود اكبر ما حصلش. زيزو يعني مثلا اديك مثال، كابونجو كاسونجو مثلا. مثلا يعني كان مكسر الدنيا مع الاتحاد السكندري وجه الزمالك اشتغل شويه، لكن هل ادى نفس المردود بتاع زيزو؟ لا طبعا. هي بقى دي الفكره، مثلا حاجه اسم صغير زي ده مثلا. فدي من الحاجات اللي انا كانت فاجئتني، احمد سيد زيزو يستحق افضل لعيب في مصر عن جداره واستحقاق الحقيقه الموسم اللي فات. كمان زيزو اول ما جه مع الزمالك كنا كلنا بنقول جمله واحده بس، انه اللعيب مجهوده كبير وكل حاجه بس مش مؤثر على المرمى، ما بيهدفش ما بيسجلش، الفينش بتاعه مش كويس، فجاه بقى الفينش بتاعه عظيم عارف يطور كل ده. فدي ده شغل مش قليل. في اثنين كمان انا عاجبني كمان او ثلاثه كمان حقيقه في الزمالك شايفهم، كان طارق حامد كنت بحترم جدا لعب يعني طريقته ولعبه واخلاصه. في امام عاشور لو حافظ على نفسه ما شاء الله يعني طالع بسرعه صاروخ، مستوى رائع. الونش الونش انا شايفه افضل مدافع داخل قاره افريقيا. الونش داخل القاره اللعيبه الانديه اللي داخل القاره. لكن طبعا انت عندك لعيبه محترفين كتير، بس انا بكلمك داخل قاره افريقيا، انا شايف ان الونش افضل مدافع في قاره افريقيا داخليا يعني. عظيم. ناخد السؤال اللي بعد كده. في كمان الزمالك يقدر ياخد افريقيا السنه دي؟ اعتقد الزمالك نجح في حاجه بقاله سنتين، الزمالك اقوى فريق جماعي موجود. طبعا يشهد كلامي ان لاعبين كتير مشوا ولسه اداء الفريق بشكل عام ما تاثرش، لو فضل يشتغل بنفس الشكل الجماعي هيبقى اقوى فريق جماعي موجود في افريقيا. ده وجهه نظري. كمان لو اشتغل بالتدعيمات صح. هو اكيد محتاج تدعيمات، لو عرف يعني يحسمها لحد اخر فرصه. هو لسه محتاج تدعيمات تاني؟ اعتقد محتاج في ايه؟ يعني مثلا حته الباك رايت لسه ما اعتقد لسه فيها كلام. هم جابوا سرد باك. انت معاك عندك عمر جابر وعندك حمزه المسلوسي مثلا، محتاج عمر جابر طبعا باك رايت ده مهم جدا. صح، بس محتاجين مسلوسي يعني مش رقم يعني مش ايه مش تحس ان هو بعد المركز الجديد اللي اخترعه له يعني فيريرا. لا عايزين برضو لسه باك رايت. انت بتتكلم على افريقيا، انت بتتكلم على اكتر من كام مباراه مع دوري افريقيا، فهي مشكله في التخمه اللي موجود. فتبقى محتاج محتاج طبعا ثلاث اربع لعيبه كمان يعني. لو عرفنا يعني دي الحاجات اللي لو اتعملت تبقى انت على الاقل بتكمل السكواد. لكن عايز اقول حاجه، ساعات البركه بتبقى موجوده والله بعدد اقل. أيوة. لما تشوف فرق فيها تخمه وما بتجيش. ده اللي حصل الموسم اللي فات، ده اللي حصل الموسم اللي فات في انديه كتير. لكن لكن الزمالك لو قدر يحافظ يعني اهم صفقه عنده الروح الجماعيه، لو فضل محافظ عليها مظبوط، دي اهم صفقه عنده المفروض يعملها يعني. يلا اخر سؤال معاك عشان لسه عندنا حاجات كتير النهارده، مش هنسيبك. مين اكتر مدرب كان ليه فضل عليك؟ الحقيقه في مدربين كتير قوي ما اقدرش انساهم، كل من دربني في قطاعات الناشئين وابرزهم الحقيقه يمكن اذكر اثنين تحديدا، كابتن محمود الجار الصغير ده كان مدرب في نادي الزمالك، ده كان بدايته عليا جدا، اول واحد يحطني كابتن منتخب كابتن نادي الزمالك وكابتن منتخب الجيزه، كان ساعتها صغير 14 سنه. وكان دكتور محمد علي الله يرحمه مدربنا في منتخب مصر، ده برده كان حاططني كابتن منتخب مصر، وكان علمنا نبقى بني ادمين قبل ما علمك تبقى لعيب كوره، علمك تشيل مسؤوليه، علمك تلبس تيشيرت منتخب مصر، انت سفير لبلدك، انت بتلعب قدام جماهير، انت مفيش هزار. السن ده بسن صعب شويه انك تبقى عندك 14 سنه حد بيقول لك الكلام ده، وتبقى انت اصلا مطلوب منك الكلام ده وانت كنت قاعد اول امبارح في الكانتين يعني مش في دماغك حاجه في حوش المدرسه يعني. الكلام ده مختلف تماما وصعب. فده من اكتر الناس حقيقه، وطبعا كل المدربين اللي عديت عليهم الحقيقه في قطاع الناشئين انا بدينهم بالفضل يعني، بس لو في وقت يا ريت اقولهم يعني. في سؤال عندي ملوش علاقه بقى بالاسئله دي بس شايف جه على بالي دلوقتي. لعبت مع حسام حسن وابراهيم حسن طبعا التوأم. التعامل والاسلوب والمواقف، عشان دايما بقول مواقف مع حسام حسن وابراهيم حسن وتحديدا حسام حسن بصراحه، عشان دي مواقف بتبقى تقيله. مفيش لاعب في مصر ما عندوش موقف مع حسام حسن في الملعب، الروح والحماس بتاعت حسام حسن. انا كنت من المحظوظين ان هم بيحبوني. طب بس انا عايز اقول لك حاجه. قبل ما تكمل انا اسف. انت بقى كنت بتحب مين اكتر؟ عشان ده سؤال دايما من حسام وابراهيم بيسالوه على طول. بتعمل لي مشاكل انت كده. ايوه هو فعلا ممكن يسالوكم قاعدين. ايوه انت بتحب مين اكتر؟ لا انا بحب الاثنين فعلا. والله هقول لك انا بقى ليه. اولا الاثنين دول اسطورتين مش يعني صعب تكرارهم بجد. صح. في كره القدم دول صعب تكرارهم والله بجد يعني. انا لعبت معاهم. انا حظي كان حلو ان كان عندي 20 سنه لما هم جم نادي الزمالك. فانا اتشكلت اكتر ان شفت الكبير بيعمل ايه. وعنده 34 سنه ساعتها، اكبر مني ب 14 سنه.
يعني لاعب كبير وبيموت نفسه وعضلاته قد كده ما شاء الله وشايل محافظ على نفسه وتلج بعد التدريب وشقى والتعب ومتعور يربط وينزل يلعب وابراهيم حسن يحط دماغه في اي حاجه في الملعب، يعني عندهم مقاومات وفي التقسيمات كان ياخدوني دايما معاهم. يا بختك. انا كنت يعني عشان كنت عشان انا من الناس قريبين منهم وكنت بقعد معاهم كمان في الغرفه، يعني فتره من الفترات كنت بقعد كتير معاهم في الغرفه. رغم ان انا كنت بقعد اكتر مع حازم، لكن كان فترات كتيره لما يحصل مثلا حاجه في المعسكرات لاني قعدت معاهم في في الغرف النوم يعني. فانا اتعلمت منهم كتير جدا جوه الكوره، وهم الحقيقه روح غير عاديه واصرار غير عادي. ويعني بيحبوا الشاي قوي كمان، هم بيحبوا الشاي، ما بيحبوش يتغلبوا في اي حاجه. يعني لعب طاوله كده لا يمكن هيعمل موقف في الملعب بقى مع حسام حسن في تمريره باصه ما عملتهاش، موقف خناقه حكايه. والله انا كنت اقل واحد بتعرض للقصه دي فعلا معاهم. لان انا اصلا بحكم لعبي كنت انا ناحيه الشمال خالص بعيد عن كابتن ابراهيم. يعني براحتك انت شويه مش قريب، وفي نفس الوقت لما بطلع هاجم برفع اوفرات كتير، فبتيجي ساعات يعني كتير لحسام حسن جاب منها اجوان كتير. ما لو ما جاتش هيزعل. كان ساعات بقى على فترات يعني ما كنت اديتها لي كده. يعني ايوه هي الجمله الشهيره دي، لو كنت اديتها لي كانت هيبقى شكلها احلى. في مره في جون جبته مره جون هو جابه انا اللي عملته له، كان في كاس سوبر المصري، كنا في مباراه الزمالك كان بيلعب فيها المحله، غزل المحله، الكره دي ختام نص الملعب، معرفش الكره دي بتتزعش كتير ليه. الكره دي في اول دقيقتين في المباراه كده او اول دقيقه ختام نص الملعب، رقصت تقريبا ثلاث اربع لعيبه لحد ما جيت عند الحارس المرمى طلع لي، قمت لعبها لكابتن حسام حسن والجون فاضي، قام حاططها في الجون. مش فاكر الماتش ده كان في الزمالك لاعب غزل المحله في كاس سوبر، انا بس عايز افتكر سوبر مصري. هنفتكر. يعني مش فاكر المسمى كان ايه، سوبر مصري يا اما نهائي حاجه، كان في نهائي يعني. طبعا يعني خلاص جبت الجون ده، قلت بقى هيجي بقى يشيلني انا بقى، انا دي كوره جون فاضي يا كابتن حسام. يعني انا رقصت وانا تعبت قوي يعني. شقيت يعني. فلا عادي فرح وتمام واحتفل، انا ده اللي جريت وراه يعني. انا يا لمبي. طيب